خلال هذه الفترة، خلال الأيام السابقة تقريبا 3 أيام أو 4 أيام، كان عندنا بعض الارتفاع الطفيف جدا في درجات الحرارة، وهو هذا عادي ضمن هاي المعدلات العامة لكونها دخلنا في فصل الخريف تقريبا. نحن نسميه مثلا على سبيل المثال يعني أكو بعض التغيرات، ولكن هذه درجات الحرارة حتى إن كانت هناك ارتفاع لدينا في درجات الحرارة ما راح يصل إلى الدرجات اللي سجلت في الأشهر السابقة بداية من حزيران إلى نهاية آب. يعني تلك الأشهر كانت فيها عدد من المنخفضات الموسمية الحرارية اللي كان تأثيرها واضح خلال التعمق وارتفاع درجات الحرارة. اليوم كان عندنا انخفاض قليل بالمنطقة الجنوبية، اليوم أعتقد كانت عندنا نيسان وذيقار والبصرة كانوا اليوم سجلين 42، اليوم أمس أعتقد كانوا سجلين 43 أو أكثر. فلذلك نتوقع حتى الأيام المقبلة بإذنه تعالى، يعني نتوقع يوم غد أيضا حيكون عندنا بعض الانخفاض القليل في درجات الحرارة، نتوقع أن تنخفض الانخفاض يكون من درجة إلى درجتين خلال هذا اليوم. ولكن احنا بما انه داخلين على مراحل جديده فنتوقع ان يكون هناك انخفاض خلال هذا الاسبوع في درجات الحراره في اغلب المناطق.